مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حوار مفتوح. دائما الإصلاح الاقتصادي له تبعيات، دائما الإصلاح الاقتصادي يعني عايز أقول الفاتورة بتاعته باهظة الثمن. بعد أيام أو بعد عدة أشهر قليلة هتفتح العاصمة الإدارية الجديدة أبوابها، أو كما يطلقون عليها العاصمة الذكية، وقد تم تدعيمها ب 55 ألف موظف مؤهلين لخدمة المواطنين. مصر ازاي قدرت ان هي تعمل ده وعاملة مشاريع تانية كتير جدا جنب ده في هذا التوقيت الحرج جدا بالنسبة للعالم وخاصة بعد كورونا؟ النهاردة هنعرف كل ده من ضيفي دكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم والسادة المشاهدين. زي ما قلت ان التنمية دايما يعني عايزة أقول عايزة سنين وعايزة شغل كتير جدا. بداية، كيف استطاعت القيادة السياسية في بدايتها أن هي تشتغل في الظروف دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القيادة السياسية إزاي تشتغل في الظروف دي كانت مصحوبة بالبطل الحقيقي لمعركة البناء والتنمية والرخاء، ألا وهو المواطن المصري البسيط. تمام. هو بطل لهذه الملحمة. إسماعيلي كان أي حد فينا محتاج يشتغل في أي أمر تحديدا بيقيم الوضع الراهن أولا، أنا واقف فين؟ أنا محتاج إيه؟ إيه الوسيلة اللي هتخليني أجني أو أحصل على هدفي؟ لأن التخطيط بينطوي على أمرين في منتهى الأهمية، هدف ووسيلة. تمام. فبدأت الدولة المصرية تقيم وضعها الراهن. طب وضعها الراهن محتاجة تعمل تنمية، طب التنمية بتصحبها صعاب أو تحديات. فكان يمكن بشكل مبسط كان في عهد الرئيس عبد الناصر كان عندنا تحدي واحد، وكنا محتاجين نعمل تنمية. عايز يعمل جلاء، عايز يبقى في جلاء، الدولة سلطتها تبقى من ولادها ويبقى ولادها هم اللي بيحملوا الراية وبيحملوا المسيرة. فالرئيس الشهيد السادات كان عنده تحدي واحد أيضا ومحتاج يعمل تنمية، يعمل جلاء عن سيناء، يعني ده كان تحدي، عايز يحرر سيناء ويعمل تنميه. بدأوا في عهد الرئيس المبارك، الرئيس راحل المبارك بدأ عنده نفس التحدي. ايه هو؟ عنده حاجه بيسموها الارهاب الداخلي او الارهاب المحلي، واحد بيفجر نفسه والامور بتتحرك هنا بقى وعايز يعمل تنميه. طيب احنا لما اشوف في ظل القياده السياسيه الحاليه في النصف الثاني ل 2014 لما بدأت تتقلد نظام الحكم في البلاد وتتولى مسؤولية الدولة قيادة مخلصة تعمل لصالح المواطن أو تعمل لصالح رفعة هذا الوطن الكريم، بدأ يكون عندها بتشوف وبتقيم وضعها الراهن. كان عندنا تحديات أكتر من 13 تحدي. 13 تحدي. أنا ممكن أعد 13 تحدي دلوقتي، لكن البرنامج مش حقيقي. لا ده أنا ههتم. ده أنت عايز برنامج لوحدك. أنا ههتم بأهم الصعاب اللي كانت بتواجه الدولة المصرية في النصف الثاني 2014، وكان من باب أولى يقولوا لا يا جماعة إحنا هنشوف التحديات والتنمية ديت هي ونصيبها بقى. لكن ابتدينا نشتغل على أمرين في منتهى الأهمية. أحقق على مثال أو على غرار يد تبني ويد تحمل السلاح، بدأنا كمان نعمل تنمية وفي نفس الوقت نتصدى للتحديات. لما حضرتك تشوفي سيناء على سبيل المثال، بدأ عندنا في إرهاب، في إرهاب دولي مش إرهاب محلي، إرهاب دولي منظم يضرب عمق سيناء. فبدأت الدولة المصرية تحارب الإرهاب بالسلاح، ده أمر، وفي نفس الوقت تحاربه بالتنمية. ودي الفلسفة. بدأ عندي إرهاب دولي منظم في سيناء وفي الدولة اللي بيستهدف عمق الدولة المصرية، وده تحدي جامد إن أنا أعمل تنمية وسط القتل وسط الضرب، ويعني
ده عايز قلب جامد جدا جدا. ما هو هنا ليه بقى عايز قلب جامد؟ احنا بنسميها الدولة التي لديها إدارة وإرادة حقيقية تستطيع. بدأت تستطيع، بدأت تجني الثمار، بدأت الدولة المصرية تتعامل في باحترافية شديدة في اقتصادها. أنا عارف يمكن حضرتك في بداية في المقدمة قلتي إن الإصلاح الاقتصادي ليه فاتورة، ليه تبعات، ليه أيوه ليه تبعات وليه الفاتورة كلنا لازم نتحملها. وحضرتك قلت حاجة مهمة جدا ويعني شهادة مهمة جدا، إن اللي تحمل ده المواطن المصري. المواطن المصري، المواطن المصري هو البطل الحقيقي. القيادة السياسية مش هتقدر تشتغل لوحدها، لابد أن مساندة أبناء البلد. أبناء البلد مين؟ المخلصين. وطبعا كلنا أو كلنا اللي بيبقى واضح على الإنسان اللي بيحب بلده، لأن في فرق بين الانتماء والولاء. تمام. لأن الولاء دل في الانتماء، ده قصة حدوتة طويلة، لكن إن أنا يكون عندي ولاء لبلدي ده أمر كويس جدا. الشيء الثاني في التحدي، تحدي إرهاب دولي منظم. كمان عندنا بعد الإرهاب الدولي المنظم بيتزامن معاه عندي الحدود الأربعة مهددة، عندي في إرهاب في ليبيا، عندي في كل الأماكن محيط، فأنا عايز أشوف حدود الأربعة وأمنهم. ده التحدي الثاني. التحدي الثالث ان انا عندي تهديد لمياه نهر النيل، وده لم يحدث اطلاقا في تاريخ مصر من اكثر من 7000 سنه. تهديد الامن المائي ده تحدي. في تحدي ثاني عدم الاستقرار الاقتصادي. حضرتك تشوفي المرحله في 2013 كان ايه اللي بيحصل فيها، في تهديد اقتصادي، كان في كمان عدم استقرار سياسي، عدم استقرار اقتصادي، عدم استقرار اجتماعي، عدم استقرار بيئي، عدم استقرار عدم استقرار في كل هذه الامور. فهنا ده على سبيل المثال للحصر بعض التحديات اللي من شأنها تعوق اي حركه تنميه. تمام. بدأنا نشتغل، بدأنا نضع خطه، بدأت الدوله المصريه بكل بساطه في النصف الثاني 2014 عملت ايه؟ قالت ان انا استوقفك لحظه، معانا مكالمه. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معايا؟ اهلا وسهلا، مين معايا؟ خالد. مع حضرتك فندم من الفيوم. اتفضل يا استاذ خالد، الدكتور معاك. اهلا وسهلا بيك. انا طبعا بحب امس عن كل مشاهد دلوقتي بيسمعنا، وكل سنه وانتم طيبين جميعا كده يا رب. حضرتك طيب. ودايما يكون مصر بخير وبسلام باذن الله يا رب. انا عايز بس اوضح ثلاث حاجات بسيطه جدا قوي. احنا عندنا الارهاب نمره واحد دلوقتي في سيناء. تمام. عندنا دلوقتي ازمه كورونا على مستوى العالم كله. نوضح للناس ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل مشاريع، وهذا مشاريع يعني عملاقه، مدينه العاصمه الاداريه الجديده، مستشفيات، استضاف منتدى كاس العالم، يعني حاجات كتيرة قوي. يعني ده فيروس كورونا ده يا جماعة، يعني مش عايزين نعرف برضو، نوضح لكل المشاهد بيسمعنا إن مصر يعني دايما يكون فيها كل المشاكل، والرئيس بيتحدى ده كله. فلازم نقف مع السيد رئيس الجمهورية، ان المواطن المصري هو اللي يكون واقف في ظهر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالظبط. فانا برضو بحب اعرف الناس كلها احنا نستنى على اللي جاي، في احلى من كده بكتير جاي اساسا والله العظيم. هو ده اللي احنا بنقوله، ان الناس تطول بالها. كل مصر امنين. الناس تطول بالها يا جماعه، ده زرع واحنا بنزرعه. شكرا لاتصالك، يعني لازم يبقى عندنا صبر شويه. طبعا. شوف يا استاذ خالد، انا اولا بحيي اهل الفيوم عن طيب، يعني عبر هاتفك الموقر. فعلا عندنا ازمه كورونا، عندنا مشاكل كتير بتتكلم على الدوله المصريه او بتصحب عمليه التنميه. الدوله المصريه اشتغلت في ظل ظروف صعبه فعلا، عملنا مشروعات عملاقه. شوف يا سيدي، احنا في البدايه خالص اتعمل المشروع القومي لتنميه سيئة، المشروع القومي لقناه السويس الجديده والمناطق الصناعيه واللوجستيه الجديدة، كان بتستهدف يا فندم إعادة كثافة سكانية. كنا محتاجين نعمل ربط بين مدن القناة بسيناء، ابتدينا يبدأ نوسع، نقلل الغاطس أو نعمق الغاطس، بدأت السفن تسير في هذا الإطار بشكل كبير، بدأنا نقلل زمن الانتظار، بدأ يقل زمن الانتظار 11 ساعة، بدأ تزيد السفن العابرة، بدأت تنتعش الخزانة المصرية، بدأت إيرادات الدولة المصرية تزيد
تزيد، بالتالي تقدر الدولة المصرية تفي بالتزاماتها نحو المواطن من خلال تعليم وصحة. كمان يا أستاذ خالد والسادة المشاهدين، بدأنا نعمل تنمية سيناء، وده المشروع القومي لتنمية سيناء. ولو اتكلمنا على تنمية سيناء ممكن من عمق من 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 القناة، من عمق القناة واطلع فوق على مياه قناة السويس وادخل داخل عمق سيناء. باختصار كانت الدولة المصرية بتستهدف شجر وبشر وحجر، وده المثلث الشهير اللي دايما انا بتكلم فيه، ان انا اعمل ازرع، ان انا وعلى فكرة الزراعة للسادة المشاهدين، لان فيه من خلال منبر حضرتك الكريم النهاردة لابد ان تتضح صور ايجابية للدولة المصرية عملتها، السادة المشاهدين يكونوا على علم بيها. احنا بنقول نوضح عشان الناس تعرف الدنيا ماشية ازاي بالظبط، ما يبقاش كل التفكير ان طب احنا عملنا ايه، طب احنا وصلنا لفين. ماشي في معاناة، احنا ما بننكرش ده ان في معاناة، لكن ان شاء الله هيبقى في نتيجة اكيد، وانا هوضح دلوقتي النتائج بسرعة. طيب انا هسألك السؤال وحضرتك هتجاوب من خلال السؤال. التنمية المستدامة يعني محتاجة خطوات، ما هي الخطوات التي اتبعتها الدولة المصرية لتحقيق هذه التنمية؟ هو انا بحيي حضرتك على السؤال ده. اولا الدولة المصرية لما جت، ويمكن اتكلمنا على تقييم الوضع الراهن، اولا كنا فين وعايزين ايه ومحتاجين ايه وايه الوسيلة. محتاجة حضرتك تعملي تنمية، اهتم بعنصر رأس المال البشري، ده الاستثمار فيه هو أفضل الاستثمارات على الإطلاق، ومتوفر، وده متوفر. عندي زيادة سكانية، أيوه، وحبدأ أستثمر في العنصر البشري وقوة العمل والشباب. وعلى فكرة الشباب هنا أنا ما بخصش الشباب بعينهم، كل من هو قادر على العمل فهو شاب. حلو، ده أمر، كل من هو قادر على العمل تكليف. طبعا طالما صحتك كويسه اشتغل، كل من هو قادر على العمل بالزبط. فهو شاب. فابدا النهارده اعمل عمليه تنميه للعنصر البشري من خلال استراتيجيات وخطط لتحديات المستقبل، لان انا عندي ذكاء اصطناعي وعندي المكن بيكلم بعضه وعندي انترنت الاشياء، وعندي بعد 10 سنين من 2020 فيه 2 مليار هيفقدون عملهم، والكلام ده على مسؤوليتي. وبعد 35 عام من 2020 2 مليار سيفقدون عملهم في ظل التحديات على مستوى العالم في موضوع الذكاء الاصطناعي. فمن النهاردة الدولة المصرية ابتدت تتكلم أو تنفذ استراتيجية وطنية للتدريب وتأهيل الشباب والناس القادرين على العمل للتحدي، والتحدي الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي. بدأت الدولة المصرية كمان، لو محتاجين نعمل تنمية مستدامة لابد من مكافحة الفساد، مكافحة الفساد، لأن الفساد بيحرم الدولة المصرية أو بيحرم أي دولة من إحداث تنمية مستدامة شاملة متوازنة، لأن في تنمية مستدامة، تنمية شاملة، تنمية متوازنة. موضوع التنمية المتوازنة إن أحيانا بتحرم أطراف الدول من التنمية. يعني على سبيل المثال فساد من الفساد يبقى عندي إرهاب يتحول لإرهاب في مصحوب بفكر، الفكر ده يعني انا في ناس لها اصحاب فكر معين، عشان السادة المشاهدين يبقوا متابعين معايا، في ناس لها اصحاب فكر سلوك، اول ما يتحول الفكر ده التطرف او الفكر في حاله تطرف، لديه حاله تطرف، ده امر يبدا يتحول لارهاب بقى سلوك، ابدا بقى سلوك اشوف البيئه الحاضنه عندي انطلق. مضطر استوقف حضرتك في مكالمه، في ناس كتير عايزه تكلمك. اتفضل. الو مساء الخير. الو، دوابة من أسوان. يا اهلا وسهلا. انا بشكر الرئيس السيسي، الانسان الاب جابر الخواطر، اللي من اول لحظه مسك فيها مصر الغاليه، مصر العظيمه، كتب اسمه بحروف من نور بتاريخ مصر الحديثه، انقذها من جماعه الظلاميه اللي كانوا حيحكموها بالجبر وحيحكموها بالقهر، وانقذنا من تجار الدين ولله الحمد والحمد لله، وعمر في البلد وشايل هم الغلبان والفقير وعايز يقضي بالبلد في احسن حال. الرئيس السيسي كتب اسمه بحروف من نور في تاريخ مصر الحديثه، ربنا يخليه. تسلمي، شكرا على اتصالك. طبعا تحيه لاهل الصعيد واسوان. في عجاله سريعه، ايه اللي اتعمل في اسوان وايه اللي اتعمل في الصعيد بشكل اولا احنا كان عندنا، انا كنت لسه هسالك عن المشروعات اللي تمت، بس قبل المشروعات اللي تمت انا هوضح نقطه لاهل الصعيد والريف عندنا واهالينا. ابتدت الدوله المصريه تشتغل على 3 محاور رئيسيه للصعيد وللريف. ابتدينا نعمل تنميه محليه اقتصاديه وتنميه محليه اجتماعيه وتنميه محليه للعنصر البشري. بدات الدوله المصريه من مارس 2019 وتاخد الامور كمراحل. ابتدينا بخمس محافظات نشوف
القرى الأكثر احتياجاً، مش الأكثر فقراً، الأكثر احتياجاً. نشوف تلبية أو تلبية الدولة الأكثر احتياجاً. طب اللي هي الأكثر فقراً، ما هي محتاجة برضو تلبية. ما هو محتاجة، ما احنا النهاردة أصلا أنا لما أدخل في الأكثر احتياجاً يبقى بعد كده عندي ملف الفقر. ملف الفقر ايه اللي اتعمل فيه عشان بس ما اخلطش الامور ببعض؟ ده قصه طويله تانية بالزبط. عشان اقول ان الدوله المصريه عملت ايه في ملف الفقر ده امر، لكن الاكثر احتياجا ناس ما عندهاش طرق، ناس ما عندهاش بنيه تحتيه، ناس ما عندهاش كهرباء، ناس ما عندهاش ميه، ناس ما عندهاش مستشفيات. ده في 2019 ابتدت الدوله المصريه وعلى يعني اللي كان مكلف بهذا الامر او المعني بهذا الامر وزاره التنميه المحليه اللي هو معالي الوزير اللي هو محمود شعراوي، بدأوا يشتغلوا على الثلاث محاور: التنمية المحلية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تنمية العنصر البشري. بدأ يشوفهم يشتغلوا على خمس محافظات. خمس محافظات طبعا أنا بالأرقام، أنا ممكن أقول بالأرقام، لكن أنا عايز أرجع على موضوعنا. ابتدت لمراحل عشان يشوفهم، وبدأ كمان عندي مبادرة حياة كريمة بتشمل بقى موضوع الاحتياج وتشمل موضوع الفقر. بدأنا من هنا بقت المنظومة تلتعب. عندنا المشروعات يا فندم، وإيه اللي حصل بالنسبة للمشروعات؟ إيه المشروعات اللي تمت؟ أيوة. المشروعات اللي تمت سريعا بقى، أنا قلت المشروع القومي لقناة السويس والمناطق الصناعية واللوجستية الجديدة، وحضع أيادي المشاهدين إيه اللي حصل وإيه اللي تم مردوده اقتصاديا. طيب. النهاردة لما حصل عندي القناة المشروع القومي لقناة السويس والمناطق الصناعية واللوجستية الجديدة، عاد الكثافة السكانية، عاد الربط أو عمل ربط بين مدن القناة بسيناء، بدأ كمان يوسع يقلل الغاطس، بدأت تمر المراكب العابرة الكبيرة، الحاويات الكبيرة، الأمر ده ما كانش بيحصل قبل كده. بدأ كمان يقلل زمن الانتظار يمكن 70%، 11 ساعة بيقل، تبدأ تزيد عدد السفن المرة، يبدأ الدولة والخزانة العامة المصرية تستفيد من هذا الأمر، إيراداتها تزيد، التزاماتها تفي بالتزاماتها نحو المواطن من خلال الصحة والتعليم، ده أمر. الأمر التاني سينا وشجر وبشر وحجر، وحاجات كتير حصلت من مطار البردويل لجامعة الملك سلمان، من الكبار العائمة ده طاب فوق المجرى الملاحي. بدأت الدولة المصرية تعيد أكتر من 2022 كيلو للطرق والكباري، 26 طريق بدأ في سينا وانتهى أو في طريقنا للانتهاء في سينا. ليه؟ إيمانا من الدولة المصرية إن احنا عندنا لما أتكلم على التنمية المستدامة أتكلم إن العمود الفقري أو البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة. سريعا بقى بدأ عند الطرق والكباري، وحضرتك شايف الطفرة والسادة جداً المشاهدين جدا. مصر لم تشهد في تاريخها إطلاقا شبكة طرق بهذا الشكل. صراحة. بقى فيه ربط، بقى فيه ربط بيننا وبين دول الجوار، بدأ معدل التبادل التجاري يزيد، بدأت الدولة المصرية تعمل حاجة. على سبيل المثال إن كنت زمان وأنا صغير يقولوا لي إن مصر من الشمال للجنوب، النهاردة الدولة المصرية كطرق وكباري وخلافه، النهاردة الدولة المصرية بقى في حداثة في الفكر المصري، بدأ من الشمال للشرق. يعني الدولة بتمشي بخط عرضي، يعني الأستاذة من أسوان بدأنا نعمل لحضرتك طريق ياخد الظهير الصحراوي أو طريق موازي للطريق للوادي، بدأ من أكتوبر يدخل سين يدخل أسوان في 8 ساعات. قطار كهربائي ده ملحمة كبيرة، لو اتكلمنا الحلقة مش هتكفينا. بدأنا كمان نتكلم على زراعة 1.5 مليون فدان، بدأ كمان تبطين الترع وتبطين الترع والمصارف داخل القرى، ده طبعا له ايجابيات كتير وانا ممكن اوضح هذه الايجابيات سريعا كمان. يا ريت تقولها بسرعه. التبطين، موضوع التبطين، احنا كمزارعين او في الريف لما يبقى في عمليه تبطين الترع اولا بيحافظ لي على الميه، لان لما ما بيكونش في تبطين بيتسرب الماء داخل الارض بمنتهى البساطه، بيتسرب الماء وانا عندي وانا في امس الحاجه. بدا يبقى في تبطين. بدا كمان لما عمل تبطين وارض ترع او لاجناب الترع والمصارف، بدا طريق الميه مجراها يزيد، ما فيش حاجه بتعرقلها، بدأ تطهير. بدأ كمان أول فدان زي 50 فدان توصل له المية بين سيابية، ده أمر بسيط خالص، أنا مش هتكلم إيه التخطيط الاستراتيجي أو المعنى الاستراتيجي داخل هذا الأمر، لأن الحلقة كمان يمكن ما تكفيناش. بدأنا كمان يا فندم 1.5 مليون فدان
تخيل حضرتك في ظل أزمة كورونا وحضرتك محتاج وعندك أزمة في المياه، مشكلة المياه عندك أزمة في المياه، مليون ونص يعني رقم كبير جدا. مليون ونص ده أنا في كمان الصوبات الزراعية. ليه؟ لأن الدولة المصرية كانت موقنة إن الزراعة هي قاطرة التنمية، وده حقيقي. بدأت الدولة المصرية تشتغل على هذا الأمر. النهاردة لما في كورونا وظل كورونا وخيمت على كل اقتصادات العالم بالكساد، النهاردة الدولة المصرية بتحقق معدل نمو إيجابي. كنا في بداية المرحلة في 28 فبراير في بداية الإجراءات الاعتراضية لكورونا كان عندنا معدل النمو 5.6. في يونيو اللي بعده على طول يونيو 20 انخفض لخمسة واحد من عشرة، ده طبقا لنشر أو التقرير النصف سنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. النهاردة بنستهدف كام في 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 دول بدأ حصل عندها عملية انكماش، يعني معدل النمو بالسالب، الدولة بتحقق طفرة كبيرة. كمان بدأت عندنا المدن الإدارية الجديدة، أكثر من 14 مدينة إدارية جديدة، وأنا بسميها من وجهة نظري حياة جديدة المستقبل أفضل. بدأت الدولة المصرية التوسع العمراني في حد ذاته توسع عمراني محتاجينه جدا، حياة جديدة. احنا مش متكدسين في الدلتا ده، احنا بنبدأ نشتغل. كمان المدن الذكية دي بدأ يبقى في ترشيد لبعض الأمور الكتير، يعني انا المية وهي بتنزل الحنفية لها وضع معين، القصة لها ايديولوجية مختلفة تماما. نقل العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة، يمكن سيادة الرئيس وجه من اسبوع تحديدا وجه برفع بناء رفع كفاءة وقدرات العاملين المنتقلين للإدارية الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة. بدأنا نعمل تغيير، بدأ يبقى في تسهيل للإجراءات، بدأ يبقى في تحول رقمي، بدأ يبقى في تدريب، بدأ يبقى في تطوير، بدأ يبقى في تنمية. ومصر لما يعني هتبدأ إنها تتعامل بتقنية التحول الرقمي ده هيواجه أو هيقضي على الفساد. أنا هقول بالدليل القاطع حضرتك، كلام حضرتك ده إيه اللي استهدفه إيه؟ كان عندنا مؤتمر للفساد، مؤتمر الفساد في نهاية 2018، وكان قبله كان سيادة الرئيس في مؤتمر فيينا قال التحول الرقمي وزود الذكاء الاصطناعي. وبدأنا نتوجه لأن الناس فيه، بس أنا عايزة مش عايزة أوقفك في يعني عدم فهم في حتة أو جزئية الذكاء الصناعي. ناس مفكرة إن يعني إن إحنا خلاص هنستغنى عن العقل البشري والعنصر البشري، لكن هم مش فاهمين إن طبعا كان في فساد مالي وإداري كبير جدا، وإن أنا هستخدم التقنية دي، لا أنا كل حاجة عندي متسجلة، كل حاجة عندي بعيدة عن اليد البشرية، فأنا كده بحقق تنمية مستدامة آمنة. في حاجة اسمها الشمول المالي. في حاجة النهاردة لما أتكلم على الذكاء الاصطناعي، ويمكن تحديدا في مؤتمر الفساد اللي كان في 2019 في الدولة المصرية اتكلموا عنها، كان في طرحين في منتهى الأهمية للذكاء الاصطناعي والساينس هاب، دول تقنيات إلكترونية تكنولوجية حديثة. الدولة المصرية النهاردة مش عايزة تتحرك أفقي، بدأت تتحرك رأسي، ودي الحداثة. أنا ما بكونش ناقل، ما احنا كلنا كنا بنتمنى ان احنا ما نكونش ناقلين للتكنولوجي، اكتر ما اشوف وابدأ ابتكر وابدأ اتحرك رأسي في يعني ايه قصة الافق والرأسي عشان الامر يكون، يعني انا النهاردة اخد بكالوريوس تجارة، وبعد شوية اخد ليسانس اداب، وبعد شوية اخد بكالوريوس. طيب انا البرنامج قرب يخلص، وحضرتك انا معلش في كان مقترح عندك للتنمية نقوله بسرعة قبل ما نخلص. التنمية المستدامة عايزين مقترح. النهاردة الدولة المصرية عايزة تكون لها دور رائد، عايزة تكون لها تقدر تتحدى أو التحديات المستقبلية، عايز تواجه التحديات، عايز يكون لها قدرة على التخطيط المستقبلي. وسع حجم الاقتصاد، اعمل تنافسية أسواق محليا وعالميا ودوليا، ابدأ حضرتك في عجالة. شوف موضوع الفساد والدولة المصرية، وأنا قلت يمكن الدولة التي لديها إدارة وإرادة حقيقية تستطيع. الدولة المصرية بتعمل حاجة في منتهى الأهمية يا جماعة، بتستهدف استراتيجية قومية بتضيف للاقتصاد المصري قيمة مضافة. شكرا لحضرتك، شكرا دكتور ياسر شحات على تشريفك لنا النهاردة. بشكركم مشاهدينا، وانتظرونا في نفس الموعد مع زميلي المستشار ياسر ورنس. إلى اللقاء.